السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعزائي الدارسين والدارسات بمركز التعليم المفتوح مرحبا بكم مع هذه المادة العلمية من مادة التفسير والحديث كلية دار العلوم جامعة القاهرة. كان آخر حديثنا في المحاضرة الماضية عن أفضل طرق التفسير وأصح طرق التفسير وتناولنا شيئا من الحديث عن تفسير القرآن بالقرآن لأن ما أجمل في موضع من القرآن الكريم ربما يفصل في موضع آخر وما أطلق في موضع ربما يقيد في موضع آخر وكذلك بالنسبة للخاص والعام وغير ذلك من الوسائل التي يفسر بها القران بالقران ومن الادله على ان القران الكريم يفسر بعضه بعضا قوله تعالى افلا تدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالقران الكريم من ادله اعجازه انه لا يعارض بعضه بعضا بل يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا كذلك في قوله تعالى كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله اي كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا على احد الاوجه في تفسير هذه الايات الكريمه اي ان الايات يشبه بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا فهذه الايه ما يراد منها ربما يفسر في ايه اخرى وقلنا كذلك تدخل قراءات القران الكريم في مجال التفسير بالنسبه للقراءات التفسيريه وذكرنا ان ابن مسعود رضي الله عنه كان له بعض القراءات التفسيريه كما في حد السرقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه يقرا والسارق والسارقه فقطعوا ايمانهما اي ابدل كلمه ايديهما بكلمه ايمانهما وهذه تؤثر في تفسير القران الكريم وفي توجيه الفقه المبني على هذه الايه الكريمه. وكذلك في كفاره اليمين نقرا في القراءه المتواتره فصيام ثلاثه ايام وابن مسعود يزيد كلمه متتابعات تفسيرا منه رضي الله عنه وارضاه لهذه الايه الكريمه فصيام ثلاثه ايام عند الفقهاء وعند الحنفيه الذين تابعوا ابن مسعود يشترطون التتابع في صيام هذه الايام الثلاثه لو سالنا ما مدى حجيه تفسير القران بالقران تفسير القران بالقران ربما ياتي من النبي صلى الله عليه وسلم حين يوجه الى تفسير ايه بايه في هذه الحاله فهو وحي من الله تبارك وتعالى ولا بد من الالتزام به والعمل به لان الله عز وجل كلفه بهذا التفسير في قوله تعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. قد ياتي تفسير القران بالقران عن طريق الصحابي فيجري عليه ما يجري في حكم تفسير الصحابي او كذلك عن التابعي فيجري عليه حكم تفسير التابعي. لأن تفسير القرآن بالقرآن نوع من التفسير وجزء منه ولهذا مثلا وجدنا ابن جرير الطبري وهو شيخ المفسرين عموما وشيخ المفسرين بالمأثور على وجه الخصوص يخالف تفسير مجاهد لآية من القرآن الكريم ومجاهد هو تلميذ ابن عباس ومن خير التابعين ومن اساتذتهم في التفسير حين يفسر الامام مجاهد رضي الله عنه وارضاه قوله تعالى ثم السبيل يسره بقوله تعالى انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا يرفض ابن جرير الطبري ان يتوجه تفسير الايه الاولى ثم السبيل يسره بهذا التوجيه الذي وجهه به مجاهد رضي الله عنه أرضاه ويختار قولا آخر فيقول ابن جرير وأولى التأويلين بالصواب عندي قول من قال ثم الطريق وهو الخروج من بطن أمه يسره في قوله تعالى ثم السبيل يسره لأنه أشبهها بظاهر الآية ثم السبيل يسره يعني خروج الطفل من بطن امه مصادر التفسير تفسير القرآن بالقرآن نجدها كما رأينا في التفسير النبوي كما يأتي في تفسيره صلى الله عليه وسلم لآية سورة النساء في كتاب الحدود الذي في فتح الباري عند ابن حجر في شان اللاتي ياتين الفاحشه كنا يحبسنا في البيوت واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت هذه الايه اتى تفسيرها حتى او يجعل الله لهن سبيلا اتى تفسيرها في سوره النور في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا تفسيرها جاء حين نزل قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فهذا الذي جاء في سورة النور من هذه الآية جلد المئة جلدة للبكر الذي يزني سواء كان رجلا او امراه هو تفسير لما جاء من قبل في ايه سوره النساء فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الايه من سوره النور قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بتفسير القرآن بالقرآن حين وجه آية النساء وفسرها بما جاء في آية سورة النور كذلك حين خاف بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون يا رسول الله اينا لم يلبس ايمانه بظلم اي لم يرتكب ذنبا لم يقع في معصيه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان المقصود ليس هو الظلم الذي فهموه من الوقوع في بعض المعاصي ولكنه الظلم الاكبر وهو الشرك كما جاء في تفسيره بقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. المقصود هنا ليس الظلم الأصغر وهو ارتكاب ذنب أو معصية خاصة ولكنه الشرك. وهو اكبر الذنوب واكبر المعاصي. فكلا هذين القسم القسمين من تفسيره صلى الله عليه وسلم لا شك في قبوله. اما الاول تفسير القران بالقران فلان الله تعالى فسر كلامه بنفسه والقائل اعلم بكلام نفسه وبمورد نفسه من غيره واصدق الحديث كتاب الله تعالى. واما القسم الثاني من تفسير حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلان خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولان وظيفته البيان والشرح مع ان نقطع كذلك بعصمته وتوفيقه وقد قال تعالى في حقه: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. المصدر الثاني من مصادر تفسير القران بالقران ما ياتي عن الصحابه رضوان الله عليهم فعن عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه وارضاه حين يقرا قوله تعالى واذا النفوس زوجت يقول هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنه وقال تعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم اي ضرباءهم وامثالهم واشكالهم من الظالمين من امثالهم يحشرون معهم فاصحاب الطاعات يحشرون معا وسيق الذين اتقوا الى الجنه زمرا واصحاب المعاصي والذنوب والهلاك واصحاب النار يحشرون كذلك معا نسال الله العفو والعافيه وفي روايه فسرها بقوله تعالى وكنتم ازواجا ثلاثه قال ابن جرير بعد ذكره للقولين في المساله واولى التاويلين في ذلك بالصحه الذي تاوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه للعله التي اعتل بها ان الضرباء والاشكال والامثال يحشرون معا يوم القيامه في الخير كانوا او في الشر لقوله تعالى واذا النفوس زوجت اي بالقرناء والامثال في الخير والشر وعن الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه حين يقرا قوله تعالى وشاهد ومشهود قال الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم ثم قرا فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فالمشهود يوم القيامه ثم قرا ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ففسر الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه القران بالقران في كلمه شاهد ومشهود فالشاهد محمد والمشهود هو يوم القيامه كذلك فسر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وقد جاءت في حق فرعون الذي طغى وبغى وتجبر وزعم وادعى لنفسه الألوهية. يقول ابن عباس: أما الأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أما الأولى فحين قال: ما علمت لكم من إله غيري. وأما الآخرة فحين قال: انا ربكم الاعلى. ففسر ابن عباس الاخره والاولى فاخذه الله نكال الاخره والاولى بما جاء في هاتين الايتين. كذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه في قوله تعالى: امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، ما هما الاثنتان هنا والاثنتان هنا؟ يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هي كالتي في البقره كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم هاتان موتتان وحياتان وقد بلغ من اعتدال الصحابه رضوان الله عليهم بما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير القران بالقران ان كرر عمر رضي الله عنه وارضاه تساؤله للنبي صلى الله عليه وسلم حول صلاته على رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن أبي سلول ففي شرح ابن حجر من حديث ابن عمر في قصة عبد الله ابن أبي لما توفي ثم سأل ابنه عبد الله أو عبيد الله بن عبد الله بن أبي بن أبي سلول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أبيه فقام صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله عز وجل وهو الرحمة المهداة قام صلى الله عليه وسلم ليصلي على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن أبي سلول وهو الذي قد بلغ أذاه للنبي صلى الله عليه وسلم مبلغا كبيرا في عدد من الأمور قام صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ هو رأس المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله تعالى في قوله سبحانه الذي يشير إليه عمر، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فهم عمر رضي الله عنه وأرضاه أن أو هنا. ليست للتخير وإنما للتسوية استغفر أو لا تستغفر لن يغفر الله لهم ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم بمنطق الرحمة المهداة أخذها على التخيير فاختار صلى الله عليه وسلم أن يصلي على رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن أبي سلول ولكن الله عز وجل بعد ذلك نهاه عن الصلاه عليه وعلى المنافقين عموما سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الصلاه على اي منافق اخر وكان قد صلى من قبل على عبد الله بن ابي بن ابي سلول بل اعطاهم برده الشريف صلى الله عليه وسلم ليكفنوه فيه. الطريق الثالث او المصدر الثالث لتفسير القران بالقران عن طريق التابعين. والتابعون هم المرتبه الثالثه من مراتب التفسير او من اصح مراتب التفسير بعد تفسير القران بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبقول الصحابة هم في المرتبة الثالثة لأنهم تلقوا تفسير القرآن الكريم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن مجاهدا وهو من تلاميذ ابن عباس يتكرر سؤاله وتعلمه على ابن عباس القرآن كله وتفسيره كله من أوله إلى آخره عدة مرات، فمجاهد وهو امام من ائمه التفسير في عهد التابعين يقرا قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال الرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه حتى تغشى الذنوب عليه قال مجاهد هذه مثل الايه التي في البقره يفسر هذه الايه بايه سوره البقره في قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ونحن بالنسبة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالقرآن، وتفسير الصحابة وتفسير التابعين نجده في كتب السنة غالبا، وهناك مصدر رابع من مصادر تفسير القرآن بالقرآن وهو في كتب التفسير بالماثور التي اعتنت بالماثورات ايما عنايه في تفسير القران الكريم وافضل هذه الكتب واشهرها هو تفسير امام المفسرين محمد بن جرير الطبري المتوفى سنه ثلاثمائه وعشر من هجره النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك من أهم هذه الكتب أيضا تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم رحم الله ابن كثير فكان معتنيا أيما عناية بتفسير القرآن الكريم بالقرآن لذا قال الأستاذ الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله في مقدمة عمدة التفسير الذي لخص فيه تفسير ابن كثير او اختصره فيه قال حافظت كل المحافظه على الميزه الاولى لتفسير ابن كثير الميزه التي انفرد بها عن جميع التفاسير التي رايناها وهي تفسير القران بالقران فلم احذف شيئا مما قاله المؤلف الامام في ذلك. بعد ذلك نرى تفسير الامير الصنعاني واسم كتابه مفاتيح الرضوان في تفسير القرآن بالقرآن في تفسير القرآن بالقرآن وكذلك كتاب الامام الشنقيطي اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن وقد وضع الامام الشنقيطي في كتابه هذا او وضع له مقدمة نافعة في هذا الباب ويأتي معنا كذلك تفسير القرآن للاستاذ الكبير عبد الكريم الخطيب في كتابه التفسير القراني للقران كتابه او تفسيره يسمى التفسير القراني للقران ونحن في درسنا لبيان القران بالقران ينبغي الا نحصر البيان بالبيان اللفظي فقط فهذا نوع من انواع البيان بل ينبغي ان نقول ان مقصدنا هو مطلق البيان فمتى استفدنا بيان آية من آية أخرى فهو داخل في هذا النوع من التفسير، وطريق الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن طريقان، كلاهما يمكن أن يصل به المفسر إلى هدفه وغرضه حسب خطته العلمية من علم أو تعليم أو إصلاح أو تغيير، فالطريق الأول هو طريق الوحي وله صورتان كما قلنا ما جاء صريحا وواضحا في القرآن نفسه كمثل: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. القرآن يبين نفسه بنفسه: وما أدراك ما الطارق، ما هو الطارق؟ القرآن قال في تفسيره: النجم الثاقب. وبعد ذلك الطريق الثاني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كما بينا. ثم بعد هذا ياتي الراي والاجتهاد في توجيه تفسير ايه بايه وهذا النظر والاجتهاد ربما يختلف فيه النظر وتوجيه البعض ان هذه الايه تفسر هذه الايه او غير ذلك كما راينا من رد ابن جرير بن الطبري رحمه الله عليه على تفسير الامام الكبير مجاهد بن جبر من ائمه التابعين طريق الثاني من افضل طرق التفسير وهو تفسير القران بسنه النبي عليه الصلاه والسلام تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما راينا من قبل فيه تفسير القران بالقران والنبي صلى الله عليه وسلم هو اعلم البشر بكتاب الله تعالى جمله وتفصيلا وقف على معرفه مطلقه ومقيده، وعامه وخاصه، ومفهومه ومنطوقه، وحلاله وحرامه، ونهيه وامره، وكان كلما اشكل عليه شيء من الذكر الحكيم راجع جبريل فيأتيه من رب العزة تبارك وتعالى بالخبر اليقيني الذي يرفع هذا الاشكال ويوضح الغرض ويتم الحجة. لهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم اول مفسر من البشر للقران الكريم. وبعده ياتي فهم الصحابه الذين كانوا يراجعونه صلى الله عليه وسلم ويفهمون منه تفسير القران الكريم وهذا نجده كثيرا في كتب الحديث المعتبره في باب خاص او كتاب خاص بتفسير القرآن الكريم كما صنع الامام البخاري وغيره. وهذا تكليف من رب العزة تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. فأصبحت السنة بما فيها من أقوال وأفعال وتقريرات مصدر مصدرا اساسيا من مصادر تفسير القران الكريم وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان انه مكلف وان اعماله كلها وافعاله واقواله وصفاته انما هي تفسير لكتاب الله عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: الا اني اوتيت علم الكتاب وأوتيت مثله معه يعني أوتي صلى الله عليه وسلم علم القرآن الكريم وأوتي علما يفسر له كتاب الله عز وجل ويفسر له القرآن الكريم وهذا الحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم فهو طريق صحيح ثابت تفسيره صلى الله عليه وسلم لا, لا نعدوه إلى غيره ما دمنا قد وجدنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. والأمثلة من تفسيره صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم كثيرة جدا. منها مثلا في أول سورة من القرآن الكريم سورة الفاتحة في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبين صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. وفي سوره البقره عند قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى يبين صلى الله عليه وسلم ان المراد بالصلاه الوسطى صلاه العصر فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن مسعود حين حبسه المشركون عن صلاه العصر حتى غابت الشمس او اصفرت او كادت ان تغيب قال صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وهذا الحديث حديث صحيح يرويه الإمام مسلم وغيره. كذلك في قوله تعالى من سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يقول صلى الله عليه وسلم مفسرا لها اذا دخل اهل الجنه الجنه نودوا ان لكم عند الله وعدا فيقولون الم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنه شاكرين على ما انعم الله عليهم من هذه الجنه لكنه وعد اعظم فيكشف المولى عز وجل لهم الحجاب فينظرون اليه فوالله ما اعطاهم شيئا هو احب اليهم منه سبحانه وتعالى هنا راينا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقران بالقران وتفسيره صلى الله عليه وسلم للقران بسنته صلى الله عليه وسلم وانواع هذا ومجالاته عديده كما اشرنا لكن السؤال الان هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القران الكريم كله كلمه كلمه وايه ايه وسوره سوره كما نراه في كتب التفسير لم يرد كتاب متكامل في تفسير القران الكريم من اول سوره الفاتحه حتى سوره الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوره التي نراها مثلا في تفسير الطبري، في تفسير القرطبي، في تفسير ابن كثير الى اخر هؤلاء الائمه. فاختلف الناس في هذه القضيه الى فريقين. فريق قال فسر النبي صلى الله عليه وسلم القران كله. وفريق قال فسر النبي صلى الله عليه وسلم ايا بعدد علمه اياهن جبريل عليه الصلاه والسلام ولكل فريق من الفريقين ادلته الفريق الذي يقول ايا بعدد يستدل بالحديث الذي يرويه عروه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفسر شيئا من القران برايه الا ايا بعدد علمهن اياه جبريل عليه السلام لم يفسر برايه الشيء الذي يجب ان يفسر بالوحي من قبل المولى عز وجل لا يفسره النبي صلى الله عليه وسلم برايه لا يفتات على الله تبارك وتعالى سناتي الى رد اخر او ردود اخرى على هذه الروايه. الفريق الاخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القران كله وهذا يرويه في حديث يستدلون به يرويه الامام القرطبي من روايه الاوزاعي عن حسان بن عطيه قال: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنه التي تفسر ذلك يعني كلما نزل الوحي جاءت السنه عن طريق سيدنا جبريل ايضا تفسر ذلك الوحي كاني بهذين الدليلين بينهما تعارض هذا يقول فسر ايه بعدد وهذا يقول كلما نزل الوحي نزلت معه سنه مفسره اي كانه فسر القران الكريم كله الامام القرطبي بين معنى حديث عائشه يقول قال ابن عطيه ابن عطيه الاندلسي من كرام المفسرين ومعنى هذا الحديث انه في مغيبات القران وتفسير مجمله ونحو هذا يعني الامور الغيبيه من اين يتعلمها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي عن طريق سيدنا جبريل المجمل من اين يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اقيم الصلاه مجمل كيف يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه يعلمه جبريل ويعلمه مواقيت الصلاه وكيفيات الصلاه عن طريق رب العزه تبارك وتعالى ففي مغيبات القران او الغيبيات وفي تفسير مجمله ونحو هذا مما لا سبيل اليه الا بتوقيف وتوفيق من الله تعالى ومن جمله مغيباته ما لم يعلم الله تبارك وتعالى به احدا كوقت قيام الساعه ونحوها مما يستقرأ من الفاظه كعدد النفخات في الصور وكرتبه خلق السماوات والارض الى اخره الطبري يبين المقصود بحديث عائشه كذلك فيقول إنه لم يكن يفسر من القرآن شيئا إلا آيا بعدد يعني أن من تأويل القرآن ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك تفصيل مجمل ما فيه من أمر الله تبارك وتعالى ونهيه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وسائر معاني شرائع دينه في الذي جاء مجملا في ظاهر القرآن الكريم يبينه المولى تبارك وتعالى عن طريق الوحي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك مما للعباد الى تفسيره حاجه وهناك من القران الكريم ما لا يدرك علم تاويله الا ببيان من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وما اشبه ذلك مما تحويه اي القران من سائر حكمه الذي جعل الله بيانه لخلقه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعلم احد من خلق الله تاويل ذلك لا يعلم احد من خلق الله تاويل ذلك الا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم فالامام الطبري يبين كما بين القرطبي من قبله وابن عطيه ان بيان النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى اليه في الامور الغيبيات وفي مجمل القران الكريم والتشريعات والحدود والفرائض والامر والنهي والحلال والحرام مما نحتاج الى تفسيره من قبله صلى الله عليه وسلم لا يفتات على الله وانما ياتينا به من عند ربه تبارك وتعالى. الامام ابن تيميه هو اول من صرح بان النبي صلى الله عليه وسلم فسر القران الكريم كله. لقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل اليهم. وصرح ابن تيميه بهذا في كتابه مقدمه في اصول التفسير، فقال: يجب ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه معاني القران كما بين لهم الفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل اليهم يتناول هذا وهذا، اي يتناول تعليم الالفاظ وتعليم ما يراد من تفسير هذه الالفاظ. ولا ينبغي ان يفهم من هذا الكلام كله ان الامام الطبري وابن تيميه يعتبران ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر القران الكريم كله ايه ايه. تفسيرا قوليا وانما قصد انه قد فسره كله بالمعنى الشامل للسنه اي بالقول والفعل والاقرار وهذا يتبين في كلام السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها حين تصف خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول كان خلقه القران ابن تيميه رحمه الله يفهم هذا فيقول السنه فانها شارحه للقران وموضحه له بل قال الامام الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القران الكريم وقد قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم وقال تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما فكل احكامه صلى الله عليه وسلم هي مما اراه الله ومما علمه في القران الكريم وقوله تعالى وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القران ومثله معه يعني السنه والسنه ايضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القران لانها تتلى كما يتلى وقد استدل الامام الشافعي وغيره من الائمه على ذلك بادله اخرى كثيره. الفريق الثاني الذي راى ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر شيئا قليلا من القران الكريم، فسر جزءا من القران الكريم قليلا، ليس كل القران الكريم، يقول في ذلك صاحب مقدمه كتاب المباني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر الا ايا معدوده من قبله لان الصحابه الذين شاهدوا نزول القران نجما نجما وعاينوا الحوادث التي نزل فيها وعرفوا المتقدم فيه والمتاخر لم يحتاجوا في بيان احكامه في باب الخصوص والعموم والناسخ والمنسوخ الى ما يحتاج اليه من بعده من بعدهم ممن لم يشاهد نزول الوحي ولم يشاهد تلك الاحوال لا سيما وهم ارباب اللغه العربيه التي نزل بها القران الكريم فحاجتنا اليوم الى تفسير القران وانواع تفسير القران ليس مما كان يحتاجه الصحابه، نحن نحتاج الى هذه المعارف لاننا لم نشاهد نزول القران هم شاهدوا فعرفوا اسباب النزول والوقائع والاحوال وهم ارباب اللغه الى اخر ذلك فحاجتنا الى ان نتعلم التفسير لنعلم ما عرفوه هم ابتداء الفريقان كما نرى مختلفان اختلافا بعيدا فريق يقول فسر القران كله وعلى راسهم ابن تيميه وفريق يقول الا ايا بعدد لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الا ايا معدودات علمه اياهن جبريل وفهمنا من كلام هؤلاء الائمه وهؤلاء الائمه انه ينبغي ان نفهم امرا وسطا من كلام هذين الفريقين اولا الفريق الذي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر القران الكريم كله لم ياتينا بكل آيات القرآن وبكل كلمات القرآن مفسرة لو أتانا بهذا لاكتفينا وسلمنا والفريق الآخر الذي قال إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل عليه السلام لم يقدم لنا دليلا يكفينا لأن نجد مثلا كتاب التفسير في صحيح الإمام البخاري شيئا كبيرا وفي غيره من كتب التفسير وكتب الحديث شيء كثير جدا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، لكنه لم يبلغ مرتبة أن يكون تفسير كل آية وكل كلمة من القرآن الكريم، لم يبلغ أن يكون تفسيرا لجميع القرآن الكريم كلمة كلمة وآية آية وسورة سورة. يعني هو شيء كثير لكنه لم يبلغ هذه الغاية، ولكنه ليس شيئا قليلا. إذا ينبغي التوسط في فهم كلام الفريقين لم يفسر القران كله كلمه كلمه وايه ايه وكذلك لم يكن شيئا قليلا انما المقصود بالايات المعدودات كما بينا ما كان في بيان العقائد والغيبيات ما كان في بيان المجمل من القران الكريم مما لم يكن له صلى الله عليه وسلم بد ان يتعلمه عن طريق امين الوحي جبريل عن ربه تبارك وتعالى. من الذين توسطوا بين الفريقين او اخذوا رايا وسطا بين الفريقين شيخنا الدكتور محمد بلتاج عليه رحمه الله فيقول من المقطوع به انه صلى الله عليه وسلم لم يفسر ايات القران كلها او حتى معظمها. ويرى أنه ليس في قولنا بعدم تفسير صلى الله عليه وسلم لكل القرآن شيء من التعارض مع وظيفته صلى الله عليه وسلم كمبين للذكر الحكيم فيقول ولا يعارض هذا كله قوله, قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون لأن البيان المطلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا هو ان يبين للصحابه وللمسلمين من بعدهم ما يفسر لهم ما ورد في القران من اصول العقيده واصول الدين وما ورد فيه من الاحكام التشريعيه العمليه. ودليله على هذا حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه الذي يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم كل شيء وانما بين لهم ما يحتاجون اليه. حين ارسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا لاهل اليمن قال بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله عز وجل قال فان لم تجد قال فبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال اجتهد رايي ولا ال يعني لا اقصر في الاجتهاد حتى اصل الى الحقيقه هنا فرح به النبي صلى الله عليه وسلم وبفهمه ومنطقه ومنهجه في القضاء فضرب على صدره فرحا به وقال ليهنك العلم وفرح به صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على بذل جهده في بيان الامور التي لم ترد في القران نصا ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء لمحتاج احتاج ان يقول لمعاذ فان لم تجد هنا قال فبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فان لم تجد يعني لا يجد بعض الامور لن يجد تفسيرها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي ذكره ايضا الامام القرطبي رحمه الله عليه في قوله تعالى: وانزلنا اليك الذكر يعني القران لتبين للناس ما نزل اليهم في هذا الكتاب من الاحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن الله عز وجل مراده مما اجمله في كتابه. من احكام الصلاه والصيام وغير ذلك. ومن هذا الفريق ايضا استاذنا الدكتور عبد الله شحاته رحمه الله عليه الذي يقول وقد اختلف العلماء في المقدار الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه والحق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكثير من معاني القران لاصحابه كما تشهد بذلك كتب الصحاح ولم يبين كل معاني القران لان من القران ما استاثر الله تعالى بعلمه ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها ومنه ما لا يعذر احد في جهله يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذا التفسير على اربعه اوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر احد بجهالته وتفسير تعرفه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله. والراجح اذا انه ليس هناك تعارض بين الرايين او تباعد شديد بين الرايين خصوصا اذا اخذنا في الاعتبار ان ابن تيميه ومن كان معه ممن قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر القران كله. هو يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر القران كله تفسيرا ليس قاصرا على السنه القوليه وانما بمصطلح السنه عموما من قوله صلى الله عليه وسلم او فعله او تقريره صلى الله عليه وسلم وارى ان الذي دفع ابن تيميه الى هذا القول ليقف في وجه من يحرفون ويؤولون ايات القران الكريم من الفرق المنحرفة المبتدعة من الخوارج من الشيعة الذين يذهبون إلى أن الخطاب القرآني بالنسبة للمخاطبين فيه كثير من الكلام يعد كلاما أعجميا هم يوجهونه كما يريدون فيضلون ويضلون واتخذوا ذلك تكأة لكل التأويلات المنحرفة الضالة خصوصا فيما يتعلق منها بالصفات صفات المولى عز وجل فحتى لا ينحرف ابن تيمية قال بيان النبي صلى الله عليه وسلم كان لآيات القرآن الكريم كلها ومنها آيات الصفات فينبغي أن نلتزم هنا هذا رأي ابن تيمية وهو الذي نسميه مذهب السلف في العقيدة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القران الكريم وما جاء عن صحابته الكرام كما جاء في تفسير ايه الرحمن على العرش استوى الاستواء معلوم يعني من لغه العرب الاستواء معلوم والكيف مجهول لانه لم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الكيفيه ابدا والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه والسؤال عنه بدعه اذا نسلم بهذه الصفات كما جاءت على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تكييف لا كيف لا نسال بكيف ولا تشبيه ولا تمثيل لا نقول مثل كذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا تمثيل وفي نفس الوقت لا تعطيل يعني لا نرفض بيان هذه الصفات وتفسيرها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف هذا هو الرد على هذه الفرق المنحرفة والمبتدعة بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكيف ولا تعطيل نسلم بها كما جاءت ونمرها كما جاءت في لغة العرب وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقصده ابن تيمية بتفسير القرآن الكريم كله وهذا الذي دفعه الى ان يقول هذا القول مع علمه ومعرفته فانه لا يخفى عليه انه لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم ايات القرآن الكريم كلها ايه ايه ولا كلمه كلمه. وقد وضع هذه المسأله المتاخرون من الطوائف بسبب الكلام في ايات الصفات وايات القدر وغير ذلك ورد عليهم ابن تيمية وبيّن انحراف كلامهم وقد وصلنا من السنة القولية في تفسير القرآن الكريم الكثير كما قلنا لكنه لا يشمل القرآن كله ولا حتى جل القرآن أو أكثر القرآن بل لا يتجاوز الآيات التي أشكل فهمها على بعض الصحابة رضوان الله عليهم أو تلك التي ابتدرهم النبي صلى الله عليه وسلم بيانها ربما خشية أن تشكل عليهم القائل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر إلا آية بعدد هذا الفريق لم يعتبر أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في التفسير ولا تقريراته صلى الله عليه وسلم في من قبيل التفسير المباشر لكلام الله تعالى كما اعتبره الفريق الأول بل اعتبر فقط التفسير القولي والتفسير القولي قد تبين أنه لم يكن قليلا كما قصدوا ولا اي معدودات وانما كان كثيرا لكنه لم يبلغ ان يكون تفسيرا للقران الكريم كله فينبغي كذلك ان ننبه الى ان ما جاء من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم او حتى عن الصحابه او التابعين ينبغي ان يدرس دراسه علميه للاسانيد للاسانيد حتى نعرف هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ام لم يصح. نتكلم الان عن بيان اوجه السنه للقران الكريم. يشترط في بيان السنه للقران ثبوت الخبر وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفسر كتاب الله بالاحاديث الضعيفه والموضوعه والمكذوبه. ناخذ بهذا في بيان المجمل وفي توضيح المشكل. وفي بيان معاني الالفاظ الى غير ذلك ومن تفسيره صلى الله عليه وسلم كذلك ان يبتدر الصحابه كما اشرنا بتفسير ايه كما يروي الامام البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته ثم قرا صلى الله عليه وسلم ما يوافق ذلك من كتاب الله فقال: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. ان اخذه اليم شديد. ومنه ايضا انه قد يساله الصحابه عن المعنى المراد في الايه فيجيبهم كما في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يساله الصحابه فيجيء في حديث أبي الدرداء أن رجلا من مصر سأله عن هذه الآية فقال له أبو الدرداء سأل أبا الدرداء فقال ما سألني عنها أحد منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو الدرداء حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت لهم بشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال هي الرؤيا الصالحه، البشرى في الحياه الدنيا هي الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى له. الصحابه يتبعون منهج النبي صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن بالسنه. هم يجتهدون في بيان القرآن وربط تفسيره بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن امثله هذا عندهم ما يرويه ابو هريره. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني ادم مولود الا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم قرا صلى الله عليه وسلم: واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه يقراها ابو هريره ربطا لها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق. واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتوافق الحديث وفسر هذه الايه القرانيه. كذلك في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما رايت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدركه ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كذلك في قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الآية: حدث صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماء قال أتيت إدريس في السماء الرابعة ورفعناه مكانا عليا أي إلى السماء الرابعة كما يأتي عنه صلى الله عليه وسلم ففي هذه الأمثلة نجد أن الصحابية أو التابعية ذكر قولا نبويا مفسرا به الآية الكريمة وقد اتبع أئمة الحديث في هذا المنهج الذي سار عليه الصحابة في الربط بين الآيات والأحاديث المفسرة لها أئمة الحديث للبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم ففي النسائي مثلا في الكتاب النسائي سنن تحت قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث القوم فيكذب فيضحك به القوم ويل له ويل له. هو يريد ان يضحكهم فيحدثهم كلاما كذبا هذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه القران الكريم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اذا لم يكن الصحابه في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم للقرآن الكريم يحتاجون إلى المفردات اللغوية غالبا لأنها لغتهم ولذا لم يرد في التفسير النبوي إلا نادرا فمثلا كلمة وسطة وكذلك جعلناكم أمة وسطة قال الوسط العدل ويظهر والله أعلم أن ذلك بسبب معرفتهم المعاني اللغوية لانهم عرب يفهمون معاني الخطاب وربما سالوا كما قلنا عما اشكل عليهم من معاني ايات القران الكريم كما في قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وقد بينا ان كلمه الظلم اشكلت عليهم لان الظلم ظلمان ظلم اكبر وهو الشرك وظلم اصغر وهو الوقوع في المعاصي فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود هنا هو الشرك لأنه الظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم أهمية التفسير بالسنة السنة شارحة للقرآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته التبليغ والبيان وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه وحذر صلى الله عليه وسلم من تجاوز سنته ومن تجاوز تفسيره لكتاب الله تعالى فقال يوشك رجل شبعان على اريكته او متكئ يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه فهو ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم اوتي القران وتفسير القران الكريم فيجب الالتزام بتفسيره صلى الله عليه وسلم ومصادر التفسير بالسنه كتب السنه وكتب التفسير بالماثور ونسال الله عز وجل ان يعلمنا وان يفهمنا وان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا تفسير وتاويل كتابه تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضيه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته